هذه هي يوميات محمد، أحد سكان قرية المطمر الأبيض ببلدية مدروسة بتيارت. معاناة تزداد مع حلول كل فصل صيف، أين يضطر محمد إلى قطع مسافة يومية نحو أحد الآبار التي خصصها أحد المحسنين لجلب المياه. ها نجيبهم برويطة كما شتني، مسافة 3 كيلو، نجو للعين هذه، كثر خير السيد راه معاوننا كل ما هو قتلنا العطش. خطرة نصيبو خطرة ما نصيبوش. لا يشوفوا فينا يعاوننا يجيبوا لنا الماء وصاي هذه هي. الناس راه تعاني بزاف. وصلنا ان لواحد الدرجه ان نبقاو يامات بالعطش. في الجانب الاخر يضطر بعض سكان هذه القريه الى جلب المياه عن طريق كراء الصهاريج التي تصل الى قرابه 2000 دينار جزائري. الحاسي كان شويه يعطينا، تهرس الحاسي ما بقات حتى من حاجه. وربعه نتاع القرات كنا في حاسي واحد، وراكم تشوفوا نسيتي لنا رانا نلقوها ب 140,000. هذا المقصود تاعنا، راكم تشوفوا حاضرين ناظرين. نداوي روحي ولا نشوف الماء. الله غالب راك تشوفينا، نطلب من السلطات يعاونونا في وجه الله. رانا الله غالب صايب. لا خاصنا الماء. الله غالب. رانا نروحوا للعين راه بعيد علينا. راه بعيد سنين. رانا زغمة تاع ما نسعوهاش. الله غالب علينا. زاد جيبونا شويه ماء، جيبونا شويه ماء بن عمي، ولادنا كان انا غير الطريق خابين الطريق الزراري راهم يلعبوا الصغار للماء، الصغار راهم يلعبوا الماء الطريق، والواطه والخوف والواش ما كاين ندير عند الولاد. فمشاهد الصهاريج اصبحت صورا يوميه في مثل هذه الايام بقرى المطمر وعين القطا وقرى اخرى مجاوره، بات اطفالها عرضه لخطر الطريق فقط بحثا عن قطرة ماء تروي عطشهم بهذا الفصل الحار.